السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نقدم معكم الطاجين بالشفرجل. وقبل ما نمشي للمقادير إن شاء الله، نتمنى اللي باقي ما اشترك في القناة يشترك وتبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة إن شاء الله على الجميع، وتدعمونا إن شاء الله باش تكبر القناة. ما تنسوناش إن شاء الله باللايكات. بسم الله على بركة الله نبدأ. نمشيو للمقادير إن شاء الله. عندنا اللحم، لحم على حسب. عندنا البصله، عندنا الشفرجل. باقي غنقشر الشفرجل باش نعسلو ان شاء الله. عاد كنقول في المقادير الاخرين ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. عندنا الطاجين، درت ليه هاد خرات الشبكه دي باش ما يتحرق الطاجين ان شاء الله. درت بصله صغيره قشرتها بهذا الشكل، جوج عيدان من القرفه، جوج فصوص تاع ثلاثه ديال الثومه. ما هما غندير الزيت ان شاء الله، زيت الزيتون. بسم الله. جوج معالق الطاجين، شعل الطاجين غنغسليه باش ما يتحرق غير شويه، يسخن شويه الطاجين وندير اللحم. من بعد ما سخن الطاجين وندير اللحم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بسم الله. غنسد عليه تتشحر شويه ان شاء الله. دابا ان شاء الله ندوز للشفرجل نقشرو نديرو في الكاسرونه يطيب ويتعس ان شاء الله. بسم الله. هذا الشكل نقطع هكا. الزريعه ديالو هكا. بعد ما نقشرو هكا عاد نحيد ليه القرب ديالو بهذا الشكل، نحيد ليه كاع شي حاجه اللي فيه، نفلحو هكا غير شويه، نديرو في الكازونه في الماء. بهذا الشكل نستمر بهذا الشكل حتى نكمل ان شاء الله، ونغسلو ونديرو فوق البوطة يطيب ان شاء الله. ومن بعد نرجع للطاجين هو كيتشحر. نقلب اللحم، نسد عليه حتى يتشحر مزيان، وعاد ندير العطريه ان شاء الله. دابا درت الكاسرونه طيب ديال الشفرجل، تيدخلها شويه الطياب وعاد نعسلها ان شاء الله. من بعد ما تشحرت طلقات شويه الماء اللحم مع البصله. ندير العطريه ان شاء الله. ملح على حسب الذوق، ملعقة سكنجبير، ملعقة صغيرة نبزار أو الفلفل الأسود بقياس، الخرقوم ملعقة صغيرة، الخرقوم الزعفران ضمة، ضمة الزعفران ملعقة، القزبور ديرها مع العطريه باش تجي زوينه. تحرك اللحم باش تدخلها العطريه.
نزيد عليها حتى تشحن ان شاء الله، وعاد ندير البصله باش تدخلها العطريه كامله. من بعد ان شاء الله ندير البصله، قطعتها بهذا الشكل، شكل طولي. بسم الله على بركه الله، نقدها فين نسد عليها ان شاء الله. تهبط شويه البصله ان شاء الله، عاد ندير مطيشه. من بعد ما دخل الطياب سفرجل غنعسلو ان شاء الله، ندير ليه الطوبات ولا سنيده بحال المهم السكر على حسب الحلاوه. حيت غيدوب صافي، نخليه ان شاء الله حتى يتعسل، عاد نديرو للطاجين. من بعد نروح مطيشه، مطيشه قطعتها بهذا الشكل رقيق. نزيد لها القزبور الفوق، الملحة الفوق، فوق البصلة هكا. ندير معلقة تحميرة، كاس الماء باش تطيب اللحم، البصلة، غنسد عليه ان شاء الله تنعسل السفرجل، وعاد نديرو للطاجين ان شاء الله. من بعد ما طاب شويه الطاجين ندير الشفرجل، هو معسل. بسم الله على بركة الله، هو باش يطيب مع اللحم والمرقة. هاد العسل اللي كاين هنا نغسل بيه باش تكون مرقة زوينة ومعسلة، هاد السكر هذا والماء ديال السفرجل باش يجي الطاجين معسل ورائع. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ملي طاب، كيجي بهذا الشكل. كيجي بهذا الشكل رائع ومعسل، داك العسل فاش طاب الشفرجل كيجي بهذا الشكل رائع جدا ومعسل وبنين. كنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله، وما تنساوناش باللايك. خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.